شكرا. جابني وجيناكم. حياك الله حياك الله. بالطلب الاخير جينا نشترك وياكم. يا يا مرحبا. ومية هلا. والطلب وياكم هلا. الله يسلمك. إذا معانا عدم عجلان أبدع خالد السامرائي يبقى قارئا مقتدرا في كل الأوقات ولو الأوقات يودينا إلى أجواء المنطقة النبوية وأجواء الكدر والحزن. يقول نبوي يعني ما أعرف شلون يدخل المنطقة. على كل حال هو أبدع وأيضا له في مقام العجم يعني حقيقة أنا ما شفت أستاذنا وكبيرنا الدكتور عبد الله مشاني موجود في الميانة يعني اتفرد خالد السامرائي ينتقل كأنما إلى مقام النوى يعني ويأخذ يعني فشيء وهاي ميزة تحسب له محمود وشغال. إذا ما زلنا في أجواء العجم عشيران سأقدم لكم مقام الشهرقاه ومقام الشهرقاه هو فرع من هذا المقام من مقام العجم عشيران لكن يطرأ بالشعر العربي الفصيح أيضا وتفاحب موسيقى إيقاع اليوغر بالعراق. أمر يا
بنتي من قلبي والهار. يا صاحبي يا صاحبي نغمتي من قلبي والهان، ويام طول العمر بيها طلعت خسران. والتجربة للبشر حكمة له برهان، أنا المجرد راسي شاب بزماني. بالتجربة تأكدت ماكو وفاء عدوم، بالتجربة تأكدت ماكو وفاء عدوم، لاكو أمان وعدل صافي قلب ملهوم. احزن عليهم هذا الهم رجع منهم، يا ربي هذا الزمن مكدور خلاني. وقلنا مقام الشرقاء وفرع من مقام العجم أخيران وذكر بالعرب قصير. ما بدنا نقحمكم بالبثات حتى يكون اليوم الاسبوع انكسر الوقت، بعد عندنا مقدار